القلوب الحاضرة مع الانطلاق للكيكتوب عبد الرحمن الصامي هدف كيسي، وبعد ذلك تجلى إيبانيس ورياض. رياض حول كرة باتجاه رياض، يتحرك محرز على هذا النهج يمرجح لذلك، وكان أحمق بذاته قد تحدث. سلام بانجا، هناك أيضا عبد المجيد أبو بكر يغيب. لدينا كرة أهلاوية في الجهة اليمنى، ويتلقى تغطية من سجاد الكرة الآن هي ريان حامد. إيبانيز، روجر باتجاه رياض محرز، كيسيه طلب الكرة، رايا رفعت على روبرت، على الصعبة إلا على فيرمينو نجح بإعطاء السعادة. الله يا بوبي، الله يا روبرتو، الله على كرة، كرة كان قد انزل. نعم نعم، هدف سليم. أهلي يبدأ مباراة عالية المستوى من تسجيل هدف والبقاء في صدارة نخبة القارة. الخاطر أحمر لكن حيعطيه أصفر، فيها بطاقة على التسلل. هذه اللقطة بنالتي يا رجل، بنالتي 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 بنالتي. الرئيس إلى الهدف الثاني، أوه بس صادها، صادها على برتين الحارس الدولي العراقي ونجح في إنقاذ الموقف. راحت كرة بتصل من جد، أوبا الله، أرسلها رياض ببراعة، كرة تصل لرياض. استمتع بالأهلي، استمتع برياض، خذ تحضير، ترويض، تمرير، الله 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 الله، لو اكملت الله على كرة في غاية الجمال. باب واحد على باب واحد، كرة من جديد، كيسيه ما زالت خطورتها خطيرة جدا، خطيرة. الصامبي هدف تعادل، هدف التعادل يسجل الآن عن طريق سجاد ياسر. كرة في البداية فيجا كان قد خسر هذه الكرة، وبعد ذلك عادت لنا ثم خسرها الدفاع. وصلت أهلاوية كاملة، لكن من خطأ. لاحظ 59% أفضلية للنادي الأهلي. كيسيك قوية، الناس اللي حضرت استمتعت بالأهلي ويشاهد أيضا بعض لا شك بذلك، لكن بعد ذلك نجح الشرطة بإدراك أنتوني على دكة البدلاء في مباراة اليوم، بالإضافة إلى إلكسندر على رياض. حالة تسلل واضحة، قد وقع في مجموعة من الشباب بلياقة بدنية عالية، هكذا يمكن وصفها. رياض انتهت للحارس، فراس حط كرة غير معقول، يلا فرانك. زياد يقدم عرض ممتاز، والحيثيات، لكن يشيل 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 فريقه، يشيل فريقه. كرة بتصل من جديد لمصلحة محرز، فرويد الاستقبال، فيرمينو بعد ان سجل هدف جميل. يحدث في مباريات الاهلي، يسيطر يقدم كل شيء، لكن النتيجة اهم اهم. الكرة مجرشي، محرز يطلب قرب علي مجرشي، الشرطة بالإعياء، ومن ثم فراس، فراس هي، الله الله الله، ورقص رقصته الشهيرة مرة أخرى، الله الله. تغيير لعب جميل باتجاه رياض،
لمسة لمجرشي، علي مجرشي باليمنى، وطرب أصيل. الله 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 يا فيرمينو، يعيد للواجع، يعيد للأحداث، يعيد. الأهلي يلعب الكرة على طول، فيرمينو، هذه قصيرة، هذه قصيرة، ممكن التغطية ناجحة. كاسم، كرة أهلاوية مرة ثانية، يلا يا رياض، يلا يا رياض، هوبا، وهو هو الأهلي، هو بس هو، هو بس هو، إلى الصدارة، إلى المدرج ضرب، إلى العزف الكروي، إلى الأربعة، أربعة أهلاوية، هكذا ظهر بلا انكسار، هكذا ثبت وكأن شيئا لم يكن. الله 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 الله، فيرمينو حبه على الحطة والعرضية، الخامس يا سيدي، الخامس، لكن راية قد رفعت، وإن بدا فيها شك، وإن بدا فيها شك، لكن هدف قد يسجل للأهلي هيوقف فيها شك وين حسب. وهذا أقول لك يا رياض هيبينها جول، جول الخامس، وكتبنا الخامس، خمسة سجل الخامس. الله يا فيرمينو، الله يا بوبي، انت فينك من زمان، انت وحطاتك وأهدافك ولمساتك يا أخي، خذ الشارة، خذ القيادة، وشال الليلة، وخذ المباراة، ومحرز يسجل الهدف. حياة حياة، اي والله حياة في الهدف، اي بين القائمين هذا الصوت خاطرة في السادس. عين من العراق الآن، كرة ترسل، يا أخي عليك حطات ولمسات، يا سلام، مين قال قلبي دفاع؟ هو قلبه صانع ما شاء الله. ورياض الكرة في النهاية يخسرها إلى الخارج. بانيز، رياض، لمسة عرضية، هذه بعيد، كم إليه في هذا المساء، ياسين زبيدي، ياسين عطية، لاعب شاب مهاجم، سنرى إن كان